السلام عليكم. أنا اسمي فادي العواد. الحقيقة طلبت مني جملة قصيرة، طلعت مني من أول ما خلصت الكلمة فكتبتها، فقلت فيها: الحياة قصيرة وجميلة فلا تضيعوها بلا معنى، واجعلوا كل لحظة فيها معنى. طيب، وشكرا لك سيد عمار، شكرا. أنا سعيد جدا أني أطلع وأشوف جيكم وتشوفوني وأنا أتكلم. شكرا لك سيد عمار.